يا سلام، اخيرا بدخل السوق وبتداول واصير مستثمر. شراتك يا فهمان. الله يوفقك. بس اول خطوه بعد ما اخترنا شركه الوساطه نوقع الاتفاقيه. اي اكيد، خلنا نروح الحين. راهي اصبر، بتوقع على شو؟ على عقد الوساطه. لازم تشوف اول التاريخ وتوقيع الطرف الثاني. اها، اتاكدنا منهم. خلاص اوقع يعني؟ انتظر، اتاكد من ان الاتفاقيه موجود فيها حقوق والتزامات كل طرف وكيف بينتهي العقد. موجود، كله موجود. تمام، باقي بس تتاكد من اهداف الاستثمار، وسائل تلقي الاوامر والاختيارات، وجهه حفظ الاوراق الماليه. بس يا اخوي، اكيد هيئه الاوراق الماليه بتشرف على شركات الوساطه وبتراجع هذه العقود. صحيح، وانت دورك انك تتاكد من ان المكتوب بالعقد متوافق مع النموذج المعد من قبل الهيئه. يا اخوي هذه حقوقك ولازم تعرفها وما تتنازل عنها.